فعالية النشاط باعتبار صعيد احد فعاليات مدينه القدس جنوب الخليل في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، مولد نور الهدى الذي يخرج من احمر الظلمات الى النور، من نور ظلمات الجهل الى نور الاسلام وبصيره الاسلام. تاتي هذه الفعاليه بانطلاق مسيره ميدانيه برفقه فرقه الشافعيه وبرفقه مؤسسات مدينه دورة، تنطلق من مقام النبي نوح من مقام التقيه مرورا بوسط البلد ثم انتهاء بمقرب الذي دورة توزيع الحلوى، وكما تسمع الآن الأناشيد الدينية والمدائح النبوية من باب تذكير الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كجزء بسيط من إحياء هذه الذكرى الثابت فيها ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في الربيع الأول من هذا الشهر المبارك. نسأل الله أن يكون هذا العام في ميزان حسناتنا جميعا، وكل الشكر لجميع الطاقم وجميع المشاركين وجميع من أتى للمشاركة في هذه الفعالية.